يا ترى اقعد ريح دورك انا مت خلاص مو خلاص انا مت حلو والله غيرك شباب الله يحفظك والله غيرك زين تبغي لك الشباب قسما بالله العظيم الى البروتين خرج عليك كسله والله غير البلو شكرا الله يحفظك شيخ صحيت صاحبي تسلق السلام عليكم هي الحياه الاولى بون كاع لما ضحكتكمش ولا ضحكوا زعما هكا زعما شغل باش ما طيحوليش المورال عشان جاي اون ديريجي باش نضحككم ونقول لكم حاجه وانا في راسي بلي غادي نضحككم وانتم ما تضحكوش وانا في نولي شكله وتبان لي بشو راني كاينه حاجه تفرجتها على المرحوم نترحموا عليه عطله الله يرحمه ويوسع عليه وانا كنت صغير ورفتها في راسي من تماك والله العظيم تفرجتها في الارضيه وقعدت في راسي خاطر بغيت ندير بروجي دخل الدراهم بزاف بصح شوالا ماشي حرام والدراهم يكونوا عندي قعدت نخمم شي حاجه اللي تمشى يقول لك ما تلقاش كيما مخ شيباني سقسي جداتي قلت لها ودي شنو نخدم الحاجه اللي نخدمها الكوميرس فاش ندير قالت لي روح للسوق شوف الحي اللي تمشى بزاف اللي عندها كونتيتي بزاف ومع الحشيه ما تلقاهاش هذيك خدم منها تلاقيت غير البيض تاع الدجاج البيض تاع الدجاج ويدير 3 من الحبه تحسب الدجاج راهي ولات سيزاريان قلت ندير لانكار دخلت الدجاج استفته السيمانه الاولى العلف يعلف والبيض ما كاش السيمانه الزوجه البيض يعلف الدجاج يعلف والبيض ما كاش سيعراني كاش درهم كذبت واحد السيد موالف بالدجاج قلت له ولد عمي الدجاج ما بغاش يبيض شنو ندير له قال لي حميدو هذه سهله قال لي خلعه دوك يولي يبيض على دبايلي لبس شورت سليم دي باردير مهنقل ورفت سيف تاع ويليام والاس اللي قتل به فيلاج ودخلت على ذاك لانكار الدجاجه الاولى رفتها قصتها في السماء جبت السيف سك 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 ثم راكم تشوفوا والله يا غدوه اللي ما تبيضش كيك ذاك الدجاج بات يعرق اصبع ودخلت لانكار نتلاقى الدجاج كاع مقرد رفت الدجاجه الاولى 20 حبه نتاع بيض قلت لها فوالا لا ميزورون وما تخرجش هاك رفدت الزوجة لقيت كنز تبيجو ما تخرجش هاك رفدت الثالثة لقيت غير 3 حبات ونجبد السيف كي بغيت نضربها قال لي ارجع انا ديك قلت له واش تولدك اخويا قال لي خفت قال لي هذيك اللي قتلتها البارح اختي قلت له اسمح لي كنت مقفل اسمح لي من كثر الخوف نسمع في واحد الدجاجه اش تقول لاختها قالت لي هاي ودي البيضه شويه غليظه باش يفرح بنا مولاي الاخرى قالت لي مطرطر روحي على 40 دورو كان شكرا